مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم. مثل ما تعودتوا بعيش يعني كل شيء في حياتي عم بنقله لهون، فعم شارككم كل شيء. وحاليا مثل ما شفتوا بصورة الفيديو عم بعمل مشروع جديد خاص فيي، من زمان حابب اعمله يعني، بس ما كنت هالقد مشجع او قادر انه اعمل هيك شيء. فهلا طلعت براسي وحبيت انه اعملها واخذت القرار واخذت اول خطوه. هلا ما كانوا كتير معي بالقصه، بس انه كمان ما وقفوني اهلي، دعموني شوي، قالوا لي انه بنساعدك بس انه مش شايفين هالشيء الكبير، بس راح نساعدك وخليك تجرب عشان ما تضل بنفسك يعني. فالمشروع هو اللي متابعنا على الانستغرام بيعرف، اذا ما متابعين اعملوا فولو على الانستا. بدي افتح كريبس وبافلز، اشتغلت فيهم قبل وانا بحبهم كتير، كنت اشتري كتير فعندي فكره قويه عنهم. وكرمال على كورونا والوضع، فراح يكون بس دليفري وتيك اواي، مش محل وغيره. لنشوف كيف العالم تتجاوب، اذا حتمشي او لا ما بتعرف، يمكن يعني يمكن الله ييسرها، يمكن ما تزبط. اوكي، فبس هيدي هي. وهلا حاليا رح ننزل نتبضع، نشوف بالسوبر ماركت ما نجيب اشي اغراض عنا نواقص كرمال نكفيها. ونشوفكم هونيك، خليكم معنا. اذا بعد ما عم سبسكرايب اعملوا ونشوفكم. يلا خلينا نبلش. هلا انا الشوكولا اللي بدي اجيبهم هن اديشنز، يعني اذا الواحد حابب يعمل اضافات او شيء لقلب الكريب له، غير السبريد اللي بيكون موجود مثل النوتيلا او الوايت شوكليت. فالاسعار كثير غاليه نار، يعني انا كنت حابب اعمل انه الواحد يتحلى باقل كلفه ويكون اقتصادي، عرفت؟ بس كثير طيب اكيد. بس الاسعار مش مخليتني ابدا، بدي اشوف هلا حل، مش عارف حل شو بدي اعمل. يعني تخيل عم تشتري انت لوح شوكولا بس ب 3000، طب شو بدك تبيع؟ طب يعني كل الكريب يمكن حابب نعملها بس ب 6000. فهيدا الشيء عم بيوقفني هلا، ونلاقي حل لها. مش شو حيصير شيء حاليا، عم جيب تشكيله. يرجى من الان ساروان سليمان التوجه الى مكتب الطلب. يا سيدة قديش بدي قلبها؟ اوكي والله عصرت الشوكولاتة، جيبهم كاتشب وماسترد، خدهم بس ابيض ابيض احسن. اوكي هات معي شوكولاتة سيدة اكبر من هيدي. كمان ما لقينا، تعبت قد ما عم دور والله عشان نجيب بضاعة، بس هيك تكون يعني بحب كل شيء يكون 100%، فإن شاء الله تزبط. يلا نفتل بعد next destination. يلا عاش فيه. اوكي وصلنا على اخر النهار، وهذا اخر الفلوج. يعني الشوبينج كان منيح، لقينا كل شيء تقريبا بدنا اياه، ما عدا الشغله اللي فتلت عليها اللي تقريبا يعني ضلت شي ساعتين افتل صراحه، دورت على الموتو وفتلت فتلت فتلت كنتش لاقي. يعني هن سيرات الشوكولا اللي بيجوا علب صغيره مثل علب التوم، تهمكم بالدجاج يعني علب التوم هول الصغار، فتلت كثير للاقي منهم ما لقيت، وبدي ارجع اعمل فتله بكره نشوف وين نروح. فنقصنا هيدي، والمنيو عم بشتغل عليه، الفيديو الثاني رح يكون ريفيل عنه، رح يكون رح فرجيكم عليه وكل شيء رح اعمله. وبعد في شغله اللي هي الشوكولا السبريدز، رح يطلعوا موصلة من بيروت قريبا بعد شي يومين او اربع ايام. وهذا هو كل شيء، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بالفلوج. نشوفكم بفلوج جديد، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لتعرفوا كل شيء جديد وفعلوا جرس التنبيهات ونشوفكم.